السلام عليكم. غادي نقول لكم تجربتي الخاصة اللي درتها. انني حرقت هذيك الشوربة الصينية، ولكن اللي شفت انها كتحرق دغيا، ولكن ما شميت فيها ريحة بلاستيك والو. هذا هو اللي كنقول لكم. ها هي الباكي ديالها هذه، ولكن انا ما شميت فيها. هي كلها حرقتها، كلها يعني حرقت جزء منها. هي حرقت جزء منها، ها هي، ودارت هكذا بحال الرماد. انا نعرف البلاستيك مين كتحرق، البلاستيك مين غادي تحرق، غادي بحال يلصق. هادي ما لصقتش، هادي بقات رماد. يعني شوف هادو هنايا مثلا، هذا ها هو دغيا. شوف غادي نقول لكم، ها هي هنا بحال هادي مثلا، وكان لصقت ولكن ما لصقتش. هيا شوف، كتفتت دغيا. ها هي، ها شوف دغيا ما بقاش فيها الريحه نتاع بلاستيك، ما بقى فيها والو. ها هي حتى هذه، غادي نجيب حتى هذه مثلا. ها هي، ها شفتوا، يعني رماد ماشي بلاستيك. حنا نعرفوا اي حاجه مثلا بحال هذه، تجيب هذه ولا شي حاجه يابسه مثلا، كيقولوا الحلفه، ربيع، داك الربيع اليابس درتي فيه النار، غادي تشعل دغيا 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 تشعل. ولكن هذه تشعلت من هنايا، ها هي، ولكن ما لصقاتش. هذا هو المشكل، هذا هو، ها ما لصقش والو، بقات هكذاك شفتو. وطفيت عليها دغيا هكذا، درتها باش نشوف واش تبقات يعني فيها هذيك الريحه نتاع البلاستيك. نو، ما فيهاش ريحه بلاستيك، انا هذا الشيء اللي شفته. وصافي هذه هي. غادي نمشي نجيب واحد، راه غادي نجيب واحد الاعشاب يابسين ونعطي لكم التجربه بالنهار. اي حاجه يابسه ولا بد غادي ينوض فيها النار دغيا دغيا، ولكن الا كان بلاستيك غادي يلصق وغادي يتقطر. هذا ما تقطرش، انا غادي نعاود لها. ها هو مثلا هذه، ها هي شوف كتحرق ولا بد تحرق لانها يابسه، ولكن ما كديرش الريحه. راني شعلتها اكثر. هيا بقيت نزيد عليها، ها هي. راه اكيد اذا كانت اي حاجه يابسه راه غادي يدير فيها النار. شفتوا، غادي ندير الاعشاب. ها هو درت الاعشاب حتى هما، لانهم ولا بد الحاجه اللي تكون يابسه راه دغيا كيتشعل فيها النار. هاي شفتي، هاي هادي ورق من المخزامة، ها شفتو دغيا كيتشعل. نفسها هاي، هاديك عادي، هاديك ماشي بلاستيك، انا شفتها. هاي عاود غادي نعاودها لكم. هاي او شوف، هذا اعشاب. شوف هاي الاعشاب كدير فيها دغيا النار، الاعشاب كترا الا كانت